البكالوريا قديش هي فاصل مهم بحياة كل الطلاب لتحديد مستقبلهم، كيف فعلياً بعد البكالوريا بده يختار شو الفرع اللي بده إياه، كيف بده يستمر بهيدا الفرع، لأنه في كتير بتكون مشاكل وضغوطات على الطالب منها اختيارات الأهل، منها هو ما بيعرف شو بده. صحيح نور، ويمكن في سؤال وهو نفسه عنوان الفعالية اللي رح نحكي عنها هلأ، لوين؟ صحيح. أنا وين بدي اتجه؟ شو الاتجاه اللي لازم أكون موجود فيه؟ هذا السؤال بيسأله طلاب البكالوريا وأهليون أيضا، لهيك دائما بيسألوا شو التخصص الاجتماع الجامعي المناسب؟ هل فقط العلامة هي اللي بتحدد اليوم أنا شو لازم أدخل فرع أم لا؟ ممكن إذا تعرفت أكثر على تفاصيل هي الفروع وهي الاختصاصات ممكن نقي المكان المناسب اللي وبالتالي أنا أنجح باختصاصي الجامعي وأنجح بحياتي العملية فيما بعد. هي الأسئلة وغيرها كانت ضمن الفعالية اللي أقامتها مؤسسة إدارة المواد البشرية تحت عنوان هلأ لوين اثنين، واللي كان قبلها في نفس الفعالية. رح نحكي أكثر عن التفاصيل مع منظمين الفعالية نهلة الكردي وأيضا الأستاذ عبد الرحمن الجهماني. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أنتم منظمين للفعالية، بالبداية خلينا نبلش معك نحكي فكرة الفعالية كيف بلشت ونعرف الناس عنها أكثر. تماما، هلأ بداية الفعالية هي اللي أقامتها مؤسسة إدارة الموارد البشرية، المرة الأولى كانت السنة الماضية وبنفس هذا الوقت تقريبا، لكن كانت تحت مسمى المبادرة. المبادرة تشترط مدتها أن تكون من يوم لثلاثة أشهر، ولكن لما قررنا نعمل موسم ثاني من هلأ لوين اتوجب علينا نغير المسمى لحتى تصبح تحت مسمى فعالية مثل ما تقولي مناسبة. تماما، فاليوم هاي الفعالية هلأ لوين اللي هي اللي أقامتها مؤسسة إدارة الموارد البشرية بالشراكة مع البوابة التعليمية وأيضا برعاية الشركة الاستراتيجية شركة سيرياتيل، هي فعالية موجهة للطلاب اللي أنهوا المرحلة الثانوية وموجهين نحو المرحلة الجامعية. إذن أولاً الشريحة المستهدفة للفعالية هن الطلاب اللي خلصوا بكالوريا. ثاني شيء الهدف من الفعالية اللي هو التعريف والتوضيح بجميع التخصصات أيضاً بالأقسام داخل كل تخصص للأشخاص قبل ما يفوتوا للمرحلة الجامعية. أيضاً وبنكهة سوق العمل. كيف يعني بنكهة سوق العمل؟ يعني هل هذا التخصص له فرص بسوق العمل أم لا؟ ما هي متطلبات هذا التخصص في سوق العمل؟ وإلى ماذا سيؤول إليه هذا التخصص في المستقبل؟ طبعا الفعالية هي لشقين، الشق الأول هو عبارة عن حيكون في محاضرات إرشادية، حيكون يتم الحديث عن ريادة الأعمال، عن التطوع، عن المواقع التعليمية لتطوير الذات، أيضا بالإضافة راح يكون في حديث عن المفاضلة وتعبئة الرغبات. نحن اليوم كثير بنشوف في أخطاء بآلية ترتيب الرغبات وبتروح على العالم على نفسها فرصة رغبتها بفرع معين. أما الشق الثاني اللي هو راح يكون ملتقى التخصصات بعد الجزئية الأولى اللي هي بعد ما ننتهي من المحاضرات، حيصير في ملتقى تخصصات فرق تخصصية لكل اختصاص على كل طاولة. راح يصير الطلاب يتجولوا بين الطاولات ليأخذوا المعلومات والتوضيحات والإجابة على الاستفسارات. طيب نهلا، بما أنه عبد الرحمن حكى فكرة واسعة فنحن كنا بدنا نسألك أنه شو بتتضمن والاختصاصات اللي موجودة، خلينا نحكي أكثر بالتفصيل اليوم من خلال وجودكم ضمن هاي الفعالية بعد هلأ لوين واحد وهلأ لوين اثنين. أكيد صار في عنكم مؤشرات واضحة عن العوامل اللي بتأدي لتشويش الطالب اليوم ليختار شو المكان أو الاختصاص اللي بيناسبه ضمن الحياة الجامعية، كيف عم تتعاملوا مع هذا الشيء ضمن المعرض التخصصي أو الفعالية؟ تمام. هلأ نحن كمؤسسة إدارة الموارد البشرية من أهم أهدافنا هي ربط الباحثين عن عمل سواء كانوا طلاب أو خريجين أو أي باحث عن عمل مع سوق العمل. نحن بهاي العملية عم نلاقي كنا فجوة بين الشخص باحث عن عمل وبين رغباته، فاكتشفنا أنه في كتير أشخاص أساساً عم يدرسوا أفرع جامعية هنا ما عندهم رغبة فيها، إما الأهل بيخبرون أنه أنتوا لازم تدرسوا هذا الفرع. صحيح. أو تجربة صديق أو بيسمع أنه هذا الفرع منيح، غير هيك ممكن هو يدرس فرع من الأفرع هو ما بيعرف تخصصاته بس تعلماته أحياناً أنه تمام. جاي بهذا الفرع فهو يختار شيء ما بيناسبه. لهيك نحن بضمن معرض التخصصات حيكون في عنا مجموعة عمليات. أول شيء الشخص اللي حيجي عنا نحن حنعمل له اختبار ميول مهنية وتحليل شخصية بناء عليها، بالإضافة طبعاً لعلاماته هو بيقدر يختار وقتها تخصص بيناسبه. في عنا مجموعة طاولات موجودة
موجود عليها شركات، موجود عليها فرق، موجود عليها ناس من ضمن سوق العمل، رح يخبروا هدول الطلاب شو هي هاي الأفرع أو شو هي هاي التخصصات وأقسامها، بالإضافة إنه هن بعد ما يدرسوا هذا التخصص أكاديمياً وين حيكونوا بسوق العمل. يعني هن حيشرحوا لهم بالدراسة الأكاديمية تبع الأفرع، حيشرحوا لهم شو التخصص، يعني شو حيشتغلوا هن بعد ما يخلصوا هذا التخصص. يعني حكينا نقطة كتير مهمة ضمن معرض التخصص الجامعي، هي تعريف الطلاب على اختصاصات، شو هي بتتضمن، كيفية الاختيار، لأنه مثل ما قلنا ببداية حديثنا في كتير من الناس أو الطلاب ما بتعرف شو بدها تختار، وأحيانا بتلاقي بناء على رغبة الأهل أنه أنا بدي صير دكتور لأنه مجموعي بيسمح لي أدخل طب، لأنه أهلي بيحبوا مثلا أنا أبي مهندس ممكن لازم أكون مهندس على هذا الأساس. بما أنه هلأ لون هي رقم اثنين، خلينا نحكي معك أهمية تعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية، يعني التماس مباشر من خلال شرح مباشر لكل التفاصيل، قديش بيعطيهم أهمية لمعرفة فعليا أنا لوين فعليا هلأ بدي أتوجه لأي اختصاص. تماما. هلأ بداية نحن بنعرف أنه في كتير أشخاص بفوتوا على فرع، تمام، بيكونوا سنة هن أولى وتانية من أيهم بعدين تحولوا لشخص لفرع تاني. صحيح. تمام. هذا بسبب نقص بالمعلومات عن تخصص معين. اليوم الإعلام مو بس صحافة، الحقوق مو بس محاماة، هذا كله معلومات مغلوطة للأسف. الطلاب عم يستمعوا لآراء أشخاص غير متخصصين، أيضا بدهم يعمموا التجارب على شخص، فاليوم التجارب لا تعمم لأنه الزمان يختلف والظروف تختلف، بالإضافة العقلية كمان تختلف. يعني اليوم إذا شخص بده يفوت أو فات في بفرع وفشل فيه، هذا لا يعني إذا أنا فتت فيه راح أفشل فيه. هلا بالإضافة في أشخاص تخرجت من فرع من كلية، يعني بعد دراسة دامت 4 أو 5 سنوات لكن منلاقيها بالحياة المهنية عم تشتغل شيء مغاير للشيء اللي تلقيته بالمرحلة الأكاديمية، وهذا كله بسبب الفجوة اللي هي نقص بالمعلومات، فهي بتشكل أثر كبير وفارق بالاختيار الصحيح. لهيك إن شاء الله من خلال الفعالية راح نخلق التوازن بين الشخصية والمهنة. طيب كمان في نقطة مهمة، نحن بنعرف أنه في طلاب موجودين من هاي الكليات على الطاولات اللي هي موجودة ضمن المعرض التخصصي، لا يعرفوا الطلاب البكالوريا بجامعاتهم وباختصاصهم ويشرحوا لهم عليه وشو بياخذ وشو المواد الموجودة. ما بتخافوا مثلا أنه يصير شخص يحبب الزيادة بفرعه لأنه هو بحب فرعه، فبالتالي ممكن يعطي معلومات أحيانا مغلوطة؟ عم بتراقبوا هذا الشيء؟ عم بتشوفوا هذا الشيء مع الاختصاصيين الموجودين؟ بداية نحن الأشخاص اللي حيكونوا موجودين على الطاولات هن مو طلاب، هن في منهم طلاب أكاديميين دراسات عليا، بس معظمهم هن ناس من سوق العمل، هن يعني على الأقل عندهم خبرة 3-4-5 سنين ضمن سوق العمل وما فوق. بالإضافة إنه في حيكون عنا شركات عم تحكي عن التخصصات اللي هن بيطلبوها وبحاجتها، وحيكون في عنا فرق متخصصة، يعني إحنا ما حنعتمد فقط على الطلاب، فنحن حيكون في عنا أشخاص أكفاء عندهم مهارة هن يخبروا الطلاب أو الأشخاص الزوار عن هاي التخصصات، وحيخبروهم مو بس عن التخصصات، حيخبروهم إنه هن شو ممكن يشتغلوا بالمستقبل. بالنسبة لهذا الموضوع نحن مثل ما خبرتك إنه عاملين نحن تحديد ميول مهنية، فنحن ما اعتمدنا بس على تحبيب الشخص اللي عم يحكي بهذا التخصص، لا، نحن اعتمدنا كمان على مجموعة اختبارات بناء عليها الشخص ممكن يختار الشيء اللي بيناسبه وبيشبهه. طيب عبد الرحمن، خلينا نحكي معك، هي هلأ لوين رقم اثنين، خلينا نحكي الغاية من تكرير الفعالية والهدف اللي عم يتحققه بالمرة الثانية، في شيء تم إضافته من خلال التجربة الأولى؟ طبعا هلا في فرق بين هلا لوين السنه الماضيه وفي فرق بين هلا لوين السنه هاي. السنه الماضيه فقط اقتصر على محاضرات ارشاديه، لكن نحن اليوم عم نحكي عن ملتقى تخصصي راح يتواجد مثل ما حكيت الان سنه هلا هون فرق تخصصيه وشخصيات اعتباريه، تمام، فهي خبيره وعلى درايه بكافه هذا الموضوع. راح يتم مو بس يعني حيعطوهم شيء اكاديمي، وانما حيزودوهم بتوجيهات ممكن تفيدهم خلال فتره الدراسه ضمن فرع معين. طيب خلينا نسأل كمان اليوم من التجارب اللي شفتوها على أرض الواقع، إن كان من الطلاب اللي عم يجوا يتعرفوا، وفي منهم كتير أحياناً بيجيبوا أهليهم، بيصير حتى أهليهم بيتشجعوا إنه يتعرفوا على هالاختصاصات أكثر فبيغيروا رأيهم،
الثابت دائما معروف انه روح طب او روح صيدله او روح هندسه او او قديش شفتوا في تفاعل كمان مو بس من الطلاب البكالوريا كمان من اهلهم بهذا النوع من الفعاليات؟ حنحكي عن تجربتنا بالسنه الماضيه. السنه الماضيه الاهالي احنا يعني في كان تواصل منيح مع الاهالي واستهدفنا بعض الاهالي. هن الاهالي شجعوا اولادهم وحفزوهم انه يجوا يحضروا الفعاليه. نحن هدول الطلاب نحن ما بس بنشوفهم بهي الفعاليه وخلص، نحن لهلا على تواصل مع طلابنا بالفعاليه اللي اجوا حضروا الفعاليه الماضيه. اعطيناهم كثير توجيهات ولهلا نحن عم نتابعهم وعم نقدم لهم تدريبات مجانيه، عم نقدم لهم مهارات هن بحاجتها ضمن سوق العمل. دائما عم بكون في مثلا مقالات مهمه، معلومات هن لازم يعرفوها، فنحن على متابعه مع كل زوارنا خلال السنه الماضيه. فالاهالي كثير تشجعت كمان، وهن يعني احنا استهدفنا الاهالي لحتى هن يبعثوا اولادهم. هدول الاشخاص كمان او من التجارب تبع السنه الماضيه في كذا شخص قدم طلبات تطوع عنا بالمؤسسه، وفي منهم قدموا طلبات تطوع بجهات ثانيه، وهلا هن متطوعين بعده جهات وبلشوا مو بس بمسارهم الاكاديمي، بلشوا كمان بالتوازي مع مسارهم المهني، يعني اكاديمي ومهني سوا من خلال هاي الفعاليه، لانه عرفوا سوق العمل شو بده، هن عرفوا شو شغفهم، بلشوا يعملوا خبرات او يتدربوا تماما يعني حللوا هن شو بدهم، عرفوا شو بدهم وبلشوا بهذا الطريق مهنيا واكاديميا سوا. طيب خلينا نحكي هلا لوين، كم يوم راح تكون، المكان والزمان لكل الطلاب اللي حابين فعليا يشاركوا معكم؟ تماما، هلا ستقام الفعاليه يوم السبت ب 26/8 يعني بعد بكره، راح تكرر نفس الموضوع يوم السبت المقبل ب 2/9. المكان حيكون بمقر مؤسسة إدارة الموارد البشرية بالمزة طلعة الإسكان جانب دائرة الامتحانات. طبعا التوقيت حيكون من الساعة 2:30 للساعة 6 مساء، لهيك أنا بدي أقول لكل الطلاب أنه يجهزوا استفساراتهم ليتم الإجابة عنها، وبانتظاركم إن شاء الله يوم السبت. أكيد. كم اختصاص موجود؟ يعني السنة الماضية كم اختصاص قدمتوا ضمن هاي الفعالية، وهي السنة كم اختصاص موجود من الجامعات والمعاهد وما إلى ذلك؟ نحن حاولنا قد ما فينا أنه نشمل جميع الاختصاصات الموجودة ضمن المفاضلات. في عنا حتى اختصاصات كتير حق ضايع، يعني الناس ما بتعرف فيها، مثل التفاصيل، مثل مثلا المعهد الصحي، الأشياء اللي لها علاقة بعلم النفس والعلوم النطق، في كتير تخصصات الناس ما بتعرف فيها تمام، وهي في منها كمان حتى تخصصات جديدة. فنحن عم نحاول كمان انه نضوي على التخصصات اللي الناس اصلا ما بتعرف فيها، وممكن تكون كتير يعني او بالاصح كتير البلد بحاجتها، وكتير نحن هون بحاجتها، وهي تخصصات جدا مهمة وتخصصات جدا رائعة وتخصصات مطلوبة بسوق العمل. يعني الناس دائما عم بتروح على التخصصات اللي كتير معروفة، بس هي التخصصات المجهولة نحن كتير بحاجتها وكتير مطلوبة بس الناس ما عم تعرف فيها. فنحن قد ما فينا حاولنا انه نكون شموليين ونشمل كل هاي التخصصات، بالإضافة أنه نحن حيكون في عنا طاولة للأعمال الحرة ولا ريادة الأعمال، يعني نحن حتى مثلا بيعمل مشروع لوحده تماما. والفريلانس كمان ممكن يعني يتم، يعني بتعرف ان اليوم مجالات الفريلانس واسعه كثير، من الجرافيك ديزاين، من الكونتنت رايتنج، مشاريع خاصه الصغيره تماما، وهي بزنس يعني العالم عم بلشوا فيها لانه ما عم بيلاقوا لهم فرصه ضمن سوق تماما العالم. تماما، سواء هون بالبلد عندنا شغاله او في انه الشخص يشتغل اونلاين لشركات خارجيه. طيب خلينا نحكي، عم نحكي عن هلا لوين اثنين، وحكينا عن المكان والزمان، خلينا نحكي عن تجربتكم السابقه بهلا لوين واحد. التواصل المباشر مع الطلاب من خلال التعرف على الاختصاصات، في تجارب فعليا يعني نحكي عنها انه غيرت مثل الاهالي وجهه نظره لاختصاصات اخرى وبدلوا فعليا الاختيار؟ فعليا كطلاب هلا كاهالي هنا ما كانوا موجودين، شجعوا اولادهم انه ينزلوا، بس القرار النهائي كان عند الطالب. كان في كثير على سبيل المثال طلاب بدهم صيدله، بدهم طب، حبوا الهندسه راحوا هندسه. في كثير طلاب مثلا كان بدهم هندسات بس هن وقت راحوا على طاوله الحقوق فهن حبوا الحقوق وغيروا تخصصهم لانه شافوا انه هذا الشيء بيشبههم. يعني هن مثلا بيسمعوا انه الحقوق منيح حلو كذا تمام، بس هن ما بيشبهوا بهذا النوع من الاختصاصات تمام. يعني اليوم انا بكون سعيده لما بسمع عن حدا قال لي انا بدي هندسه بس هندسه طبيه او هندسه معلوماتيه او هندسات جديده عم نسمع، وهي اختصاصات مهمه جدا هلا تتواجد، وحتى اللي عم يتجه لشيء مهني يعني صح. في هلا معاهد صارت للمهن لحتى يحترفوا المهن، فهي ما عيب يعني اللي بيدخل هذا المجال، مو معناته هو اقل طبعاً من الدكتور او المهندس، لانه كل واحد بمكانه له ضروره ووجود طبعا اكيد كلهم مهم.
أكيد بالختام بدنا نتشكركم ونتمنى لكم التوفيق، وفعليا إضاءة جميلة على موضوع جدا مهم لكل طلاب البكالوريا يمكن اللي عم يتابعونا اليوم. مثل ما قلنا السبت القادم واللي بعده راح تكون الفعالية ضمن شركة إدارة الموارد البشرية بالمزة، لكل حدا حابب يطلع على جميع الاختصاصات. تمام، الدعوة عامة والمشاركة مجانية. أكيد. شكرا لكم لجهودكم. شكرا لك.